ابتدى التصاعد يحصل المميت من يوم الحد. درجة حرارة بتوصل ل 39، ألم لا يحتمل بشر عمري في حياتي يا لميس. حسيت بالألم تكسير عظم، كأن إزاز مكسر في جسمي من جوه. طاقتي بتفصل. الولاد جابوا لي دكتور في البيت. الدكتور قال فورا، ألو، ايوه سامعاكي سامعاكي يا نشوى. فورا أنا لازم عايز أشعة مقطعية على الرئة. طبعا نزلت فورا، التقرير ما جاش ساعتها، جاء بعد 5 ساعات. إني راح جاب التقرير وداه للدكتور، قال له مامتك عندها كورونا الدرجة 3، هما المفروض 5 درجات. الرئة حصل فيها دامج لدرجة رقم 3، فقال له في بروتوكول أنا عامله، اتفضل كذا كذا، وكتب له الحاجات اللي هاخدها. مشيت على البروتوكول ده. يوم الاثنين صحيت، طبعا الاثنين بالليل كله كمادات تلج، حرارتي ما بتنزلش نهائي، باخد عمالة أسف في الحاجات المخفضات ما بتنزلش. جابوا لي دكتور واحد تاني يوم الثلاث، قال لهم لا، نرمي البروتوكول الاولاني ده ما حلش، انا هعمل بروتوكول خاص تاني. خدت البروتوكول التاني يوم الثلاث. يوم الاربع وصلت ان انا ابتديت ازرق، مش قادره اتنفس، شفايفي بتسود، ولادي بيصرخوا ومش عارفين يعملوا ايه، وانا مش قادره اقوم، مش قادره افتح عيني.